السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صيام يهذب السلوك. الحلقة النهاردة نتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا جدا، خلق الرفق. قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والكلام ده لمين؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرحم الرحماء. أو قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الرفق أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ويقولون أيضا أنه ما دخل الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فالرفق مهم جدا جدا في حياتنا، الرفق في تعامل الناس مع بعضهم، الرفق في تعامل المدرس مع طالبه أو تلميذه، الرفق في تعامل الأب مع أولاده، في تعامل الأم مع أولادها، الرفق في تعامل المدير مع موظفيه، الرفق في تعامل الرئيس مع مرؤوسيه، الرفق في كل شيء مهم جدا جدا جدا. تخيل أنه لا توجد حياة بدون رفق، ولا توجد حياة بدون رحمة. فالرحمة والرفق متلازمين دائما. اللهم اجعل الرفق دائما في حياتنا، اللهم اجعل الرفق والرحمة تاجا على رؤوسنا، اللهم اجعلنا من الرفقاء في الدنيا، واجعل كل هذا خالصا وجهك الكريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.